دابا غادي ندوزو الكوكلي. غادي ناخذو 10 كوكليات. السيده غدير اللي جهدها، يعني انا غادي نعطي، تقدر دير السيده غير واحد. اييه فهمتي. دابا غناخذو 10 كوكليات، غادي نغسلوهم مزيان وغندهنهم بالملح ونخليهم حتى ينشفوا. غادي ناخذو 1 كيلو ديال الكفته بقري بلا ما بلا لقمه، غنديروا معاه واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم بلدي، وحده مطيشه غادي نحيدوا ليها الجلفه ديالها والزرعه ديالها ونقطعوها مربعات طريفات. وغادي نديروا واحد 10، قولي غنديروا سكينجبير وجوج دروس ديال الثومه مفكوكين و10 ديال التمرات ديال البوسكري. غادي نقطعهم طريفات صغار وغادي نخلطهم مع هاد الكفته هادي، وغادي نقسموا هاد الخليط على 10، وغادي نعمروا الكوكلي ديالنا. غادي في واحد الباسينه غادي نديروا لا ماغينات ديالو، غنديروا شويه السمن وشويه الملح ومعلقه ديال سكينجبير اخضر محكوك ومعلقه ديال الخرقوم بلدي ونص معلقه نص غرام ديال الزعفران الحر واربعه دروس ثومه محكوكين واربعه اربع معلقه ديال البزار وكاس العنبه ديال الزيت مخلط زيت عاديه وبلديه. غندهنوا هذا الكوكلي وغنخليوه يبات. في الغد غادي ناخذوا طنجره قلتي لنا في الشرموله فيها السمن، فيها شويه السمن شويه الملح غير شويه، شويه سكينجبير محكوك طري، معلقه ديال الخرقوم البلدي، نص غرام ديال الزعفران الحر، اربعه دروس ديال الثومه محكوكين، ربع معلقه ديال البزار، كاس العنبه مخلط زيت بلديه وروميه. كندهنوا هذا الكوكلي وكنخليوه يبات. حتى نغد ليه كناخذوا طنجره وكنديروا فيها هذا الكوكلي، كنبداو نقليوه في داك الزيت ديالو داكشي اللي فيه. كنقليوه مزيان، كنكونوا عندنا واحد اللاطه دايرين فيها واحد نص كيلو ديال البصله مشنفه رقيقه، وكنعملوا فوق هذاك الكوكلي وكندخلوه الفران، وداك المرق ديال الكوكلي كنديروه توا من الفوق. كندخلوا للفران درجه الحراره 180 مده ساعتين. مره كطل السيده وكتسقي بداك المرق ديالو. منين غيطيب لينا داك الكوكلي ديالو غنحي الكوكلي ديالنا، غنحيدوه وغنخليو ديك البصيله اللي في اللاطه غنديروها في واحد الكاسرونه ونخليوها حتى تعقد. غادي ناخذ واحد ربعه ديال الزبيب ديال المشماش، غادي نديرها في كاسرونه، غندير فيها غير شويه ديال الماء حيت انا بغيت داك الماء باش ما يبقاش يتعسل بحال غنعسلوه. واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره جوج معالق صغار ديال سنيده القهويه بلا ما نقول السميه ديالها حتى كيتعسل لينا هاد المشماش. والسيده ملي كتحطو راه ليها الاختيار ديالها كيفاش تحط، غير هذاك المشماش راه كيجي من الفوق، انا ملي كنطيبو كيتعسل كنحلو كندورو كيجي بحال الورده. فعلا كتحلي كيجي ياخذ داك الشكل. هذوك الدغميرات بغيتي تحطيهم في الجناب، بغيتي تفرشي الخص وتحطي الكوكلي وتحطي جبيبنات فيهم داك لاصوص، راه كتجي رائعه. الله يعطيك الصحة، هذه مناسبة كذلك بالنسبة لها كاستقبال الضيوف. هي معتبرة.